تاني موضوع نتكلم فيه هو التكاليف المستهدفة. مدخل التكاليف المستهدفة هو أصلا مدخل بيستخدم لتسعير المنتج من المداخل الجديدة. بيعتمد على طبعا إن أنا هسعر المنتج بمعادلة أوصل من خلالها للتكاليف المستهدفة، هنشوفها فيما بعد. طيب، ايه هي استراتيجيات التسعير؟ عندي في استراتيجية اسمها الاختراق واستراتيجية اسمها التصفح السوق. الاستراتيجية الاختراق ان انا احدد سعر منخفض للمنتج عشان اقدر اوصل للسوق واخد حصة منه سريعة، خاصة لما يبقى في منافس بيتمتع بنفس جودة المنتج. بموجب الاستراتيجية دي بيتم تضحية بالأرباح في الأجل القصير عشان نحصل على مركز نسبي في السوق في الأجل الطويل. طب تصفح السوق بقى، قال هنا ممكن نتبعها في حالة المنتج بيكون مميز عن المنافسين. بموجب الاستراتيجية دي بنحدد سعر مرتفع نسبيا عشان نعظم أرباحنا في الأجل القصير، وبعد كده نقدر نخفض عشان نتجاوب مع المنافسين. استخدام مدخل التكاليف المستهدفة في التسعير بركز على العميل من حيث رغباته ومن حيث رد فعله ناحية السعر المستهدف للمنتج. معظم الحالات الاقتصادية في اليابان بتستخدم المنهج ده عشان تسعر المنتج بتاعها، خاصة المنتج الجديد. بتركز فيه على تخفيض التكاليف في مرحلة تصميم وتطوير المنتج مع الحفاظ على الجودة أو الوظائف الأساسية المطلوبة من المنتج. لو ما قدروش يوصلوا في للتكاليف المستهدفة في المرحلة الأولى بيخفضوا التكاليف باستعانة بمناهج أو أساليب أخرى زي هندسة القيمة وتحليل سلسلة القيمة. طب مجرد ما يتم البدء في الإنتاج المنتج ممكن يستخدموا بعض الأساليب التانية لتخفيض التكاليف، منها تحليل القيمة، منها تخطيط ربحية، منها كايزن. التكاليف المستهدفة عبارة عن حد الأقصى للتكاليف المسموح بيها، بيتم تحديدها في قبل بداية الإنتاج كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج. الهدف من استخدامها في تخفيض تكاليف المنتج أثناء مرحلة التصميم، وزي ما قلنا المراحل الأولانية قبل الإنتاج، مع التأكيد على جودة المنتج وتطويره، وتكون التكاليف مستمدة من السوق الخارجي، خاصة السوق اللي بيبقى فيه تنافس. المراحل بتاع تطبيق التكلفة المستهدفة، أول مرحلة مرحلة تخطيط المنتج، ودي تعتمد على بحوث تسويق بتتعمل، بيتم التعرف فيها على رغبات وأذواق واحتياجات العملاء وقدرتهم الشرائية. بتعتمد على تحليل المنافسين، جمع معلومات عن منتجات المنافسين في السوق، وتحديد المنتج الشركة اللي هتبدأ في إنتاجها في إنتاجه، وتحديد مواصفاته، تعرف حصتها في السوق هتبقى قد إيه، تشوف الظروف المنافسين في السوق، هل السوق احتكاري، هل في مكان ليها تقدر تخش هي وتتميز فيه ولا لأ، من حيث طبعا وهي بتدرس المنافسين، شوف الجودة بتاعت المنتج أو الخدمة بتاعتهم، تشوف الأسعار بتاعتهم، تشوف مواصفات كمان المنتج. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة تصميم المنتج، في المرحلة دي بيتم وصول لمعادلة التكاليف المستهدفة من حيث سعر البيع المستهدف، من حيث هامش الربح المستهدف. سعر البيع المستهدف بيتم تحديده ازاي؟ بيتم دراسة السوق وتحليله، بيتم دراسة مواصفات المنتج ودورة حياة المنتج، الأهداف الاستراتيجية المحددة للمنتج، العوامل اللي بتأثر على المنتج من الخصائص، من العملاء المتوقعين، السوق المستهدف، استراتيجيات المنافسين، أسعار بيع المنافسين، والمفروض يكون السعر مناسب للعملاء ويكونوا على استعداد لدفعه. تاني حاجة، في وصول إلى التكلفة المستهدفة بنحدد الربح المستهدف في الأجل الطويل بعد ما نغطي كل التكاليف الخاصة بالمنتج، بحيث يكون الربح واقعي. هحدده من خلال تحليل المنافسة في السوق، المنافسين، أشوف هامش الربح بتاعهم، ممكن أشوف هامش السنوات السابقة للمنافسين. بيتم طبعا تحديده عادة بمعدل عائد مستهدف على الأصول أو معدل عائد على المبيعات. طيب إذا معدل التكلفة المستهدفة عبارة عن سعر البيع المستهدف ناقص ربح مستهدف.
طيب في حاجة تانية، مصطلح تاني اسمه التكاليف المسموح بيها. طب التكاليف المسموح بيها دي عبارة عن ايه؟ أقصى تكلفة يمكن تحملها لإنتاج المنتج. بيتم تقدير تكلفة المنتج حسب الإمكانيات، المستوى، التكنولوجيا المطبق، بحيث إن بيتم تصميم المنتج عشان يتفق مع التكلفة المستهدفة اللي احنا حاطينها. لازم الشركة بتبذل أقصى جهد ليها عشان توصل للمعادلة ديت، مع الاحتفاظ على الجودة وعدم تخفيض أداء الوظائف المطلوبة من المنتج عن الحد بيرضاه العملاء أو اللي بيطلبوا العملاء. الوصول للتكلفة المستهدفة ممكن نوصل لها عن طريق بعض الأدوات، منها هندسة القيمة، بيتم تحليل وظائف المنتج ومكوناته ونشوف إدارة العلاقات مع المنتج. لما بقول وظائف منتج، مثلا مطلوب 20 وظيفة منتج، بنحط المواصفات بناء عليها، وبناء عليها بنحط احتياجاتها من المواد الخام عشان أقلل التكلفة باستخدام هندسة القيمة. ال20 حاجة دول أشتري لهم مواد خام سوق قريب، يبقى يوفر لي تكلفة النقل، اشتري مواد خام بكميات كبيرة علشان احصل على خصم كمية، احاول استفاد من خصم نقدي بحيث ان انا اقلل التكلفة. او من ناحية تانية، هندسة قيمة بستخدمها ان انا هقلل المواصفات ديت، بحيث بدل ما يبقوا 20 اخليهم 18، يبقى هنا قللت التكلفة مع مراعاة ان خصائص المنتج ده تفضل زي ما هي، زي ما طالبها العملاء، وحاطينها في مصفوفة المواصفات بتاعتهم. يبقى دي هندسة القيمة أحد الوسائل أو الأساليب اللي أنا مستخدمها في المراحل الأولى، مراحل تصميم المنتج وتطويره، على أساس إن أنا أوصل للتكلفة المستهدفة. المرحلة عندي اللي هي خاصة بقى بخفض التكلفة، المرحلة الأخيرة بخفض تكلفة إنتاج المنتج. ما سعاش إن أنا أخفض الأسعار السائدة في السوق، يعني أنا استحالة إن أنا أخفض أسعار المنافسين. المرحلة دي بحاول إن أنا أعمل تحسين مستمر. بدأنا بقى الإنتاج، أعمل تحسينات عمليات الإنتاجية بحيث إن أنا أخفض التكاليف عما كان متوقع. وأنا هفرق ما بين حاجتين لتخفيض التكاليف: خفض التكلفة الممكن وخفض التكلفة الاستراتيجي. الممكن هو عبارة عن الفرق ما بين التكاليف المسموح بيها اللي هي أقصى تكلفة ممكن نوصل ليها، والتكلفة الجارية. التكلفة الجارية للإنتاج ده ممكن تحقيقه خلال تطوير كل من تصميم المنتج وإمكانيات المتاحة. خفض التكاليف الاستراتيجي ده عبارة عن الفرق ما بين أخفض الفرق ما بين التكلفة المستهدفة والتكاليف المسموح بيها. طبعا من الصعب إن احنا نحققه في الأجل القصير، لكن ممكن يتحقق في الأجل الطويل من خلال البحوث والتطوير المستقبلية. الشكل ده هيلخص لي مراحل التكاليف المستهدفة: تخطيط، التصميم، الإنتاج، المنتج اللي بيتم فيها تخفيض تكاليف مع بداية الإنتاج. زي ما احنا شفنا في تخطيط المنتج بحدد أسعار السوق المستهدفة وهامش الربح المستهدف والتكاليف المسموح بيها اللي هي المطلوب تحقيقها، التكلفة التقديرية للمنتجات والعمليات الحالية، وأوصل لمعادلة التكاليف المستهدفة. وبعدين في آخر مرحلة إن أنا أخفض التكاليف في مرحلة إنتاج المنتج. ولي طبعا ان تطبيق منهج التكاليف المستهدفة يلزم تحديد سعر البيع المستهدف من خلال سعر السوق التنافسي، ثم تحديد الربح المستهدف وطرحه للوصول الى التكلفة المستهدفة، هقارنها مع التكاليف المسموح بيها او التكاليف التقديرية او التكاليف المعيارية للمنتجات والعمليات. الفرق بيعتبر مثابة فجوة تكاليفية بنحاول ان احنا نخفضها من خلال هندسة القيمة، من خلال اعادة تصميم العمليات والمنتجات، من خلال اعادة تصميم المنتج للوصول الى التكاليف المستهدفة. نبدأ زي ما شفنا: هامش ربح على المبيعات 25%، يبقى ال 25% من ال 100% تديني 25 جنيه، فكأن عندي التكلفة الكلية للوضع الحالي سعر بيعي 100 ناقص الهامش بتاعه 25، يبقى التكلفة الكلية المفروض 75. يبقى التكلفة الكلية ال 75 دي احنا استنتجناها. طيب قال لي التكلفة المتغيرة عبارة عن 40% من التكلفة الكلية، يبقى ال 75 التكاليف الكلية هضربها في 40% يديني التكاليف المتغيرة. طب يبقى التكاليف الثابتة كام؟ 75 التكلفة الكلية ناقص 30 التكلفة المتغيرة هيديني 45 تكلفة ثابتة. طيب التكاليف المتغيرة للإنتاج بقى كله،
أقصى طاقة عندي اللي هي الوضع الحالي عندي 80,000. طيب الوضع 80,000 هضربها في 30 هيديني التكلفة المتغيرة للإنتاج ككل 2,400,000. التكاليف الثابتة للإنتاج ككل، احنا طلعنا إن التكاليف الثابتة للوحدة الواحدة 45 جنيه، وقلنا ال 45 جت ازاي؟ عبارة عن 75 ناقص 30 طلع لي 45، 45 مضربة في ال 80,000 هيطلع لي 3,600,000، دي التكاليف الثابتة. طب التكاليف الكلية بقى كام؟ عبارة عن 2,400,000 تكاليف متغيرة، 3,600,000 تكاليف ثابتة، يبقى التكاليف الكلية المقدرة 6 مليون. طب تكلفتي المستهدفة كام؟ أنا مطلعة في الأول خالص إن التكلفة المستهدفة للوحدة الواحدة 60 جنيه، طب الـ60 أضربها في 80,000 هيديني التكاليف المستهدفة 4,800,000. تكلفتي المستهدفة 4,800,000، تكلفتي المقدرة 6 مليون. طب الفجوة قد إيه؟ الفجوة عبارة عن 1,200,000. هنخفض الفجوة دي إزاي؟ زي ما قلنا من خلال هندسة القيمة أو تخطيط أو تحليل القيمة أو دورة حياة المنتج باستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة. طيب هو عاوز آخر مطلوب، بيقول لي مبلغ الاستثمار نفسه عاوزه عند معدل الربح عند الطاقة القصوى او الطاقة الكلية. احنا مطلعين الربح عند الطاقة الكلية، قلنا سعر البيع كان 80 والربح 25% منه يعني 20. طب يبقى الربح عندي قد ايه؟ 80,000 في 20 يديني 1,600,000، ده مقدار صافي الربح. مبلغ الاستثمار اجيبه ازاي؟ بقول اذا كان الربح ده يعادل 15%، ما هو جاب لي قال لي معدل العائد على الاستثمار 15%، اذا كان ال 1,600,000 دول تمثل 15%، امال كام يمثل 100% طرفين في وسطين؟ هيجيب لي مبلغ الاستثمار الاصلي اللي هو وصلني الربح 1,600,000، هيطلع مبلغ الاستثمار 10,666,667، وتكاليف صناعية غير مباشرة هجمعهم مع بعض 90 مليون زائد 12 مليون، شايفين مطلعينها 900 نصيب الوحدة من كل. طيب التكاليف المستهدفة كام؟ 720. بقول 720 تكاليف مستهدفة ناقص تكاليف الوضع الحالي للوحدة الواحدة، يبقى في فجوة تكلفية 180. لو احنا لاحظنا ان الوضع المستهدف تكلفة الوحدة الواحدة 720، في الوضع الحالي تكلفة الوحدة 900، يبقى مين افضل للشركة؟ الافضل للشركة طبعا الوضع الايه؟ المستهدف. ليه؟ هيحقق وفرات تكاليفية مقدارها 180 جنيه اللي هو تمثل الفجوة التكلفية ما بين التكاليف المستهدفة والتكاليف الحالية للوحدة.